ايه الاخبار جماعه؟ الولد ده عمل اجمد كيكس شوكليت محشيه شوكولاته فادجي كده زي ما انتم شايفين، وشكلها يعني يهبل حرفيا. جماعه عملها بمكونات سهله جدا، دقيق ورشه ملح وشويه سكر، وطلعت في الاخر بالمنظر اللي انتم شايفينه ده. طبعا منظر يجوع اي بني ادم غصب عنه. طبعا هو بيقول ان مش بس سهله جدا، هي كمان صحيه جدا واي حد يقدر ياكلها. طب بصراحه عندي فضول ان انا اجربها واشوفها هل هتنجح معايا فعلا بالمقادير دي وطعمها هيبقى حلو ولا لا. اول حاجه اجيب حاجه اشتغل فيها واحط الميزان تحت البوله علشان ما عنديش الكوبايه بتاعت المقادير، لكن انتوا ممكن تستخدموها بالويم كده وان شاء الله تنجح. اول حاجه 160 جرام دقيق، وعليها معلقه كبيره من الكاكاو البودر الغير محلى اللي هو الكاكاو الغامق. وثالث حاجه 40 جرام سكر، ومعلقه صغيره من البيكنج باودر زي ما انتوا شايفين كده، ورشه ملح صغيره. بعد كده نحط 10 جرام زيت زيتون، انا عندي زيت زيتون، ده زيت زيتون بكر اول. واخر حاجة 60 ملي مية، ونبتدي بقى نقلب كل الكلام ده مع بعضي. ويب كده عجنتها زي ما انتوا شايفين. طبعا يا جماعة انا عامل نص الكمية اللي هو قال عليها، يعني انتوا لو عايزين كمية اكتر ممكن تحطوا ضعف الكمية اللي انا حطيتها. دلوقتي هفرش ورق اشتغل عليه، الحتة دي مثلا اهي ابططها كده، ممكن نفردها كمان بالبتاعة دي. جماعة قررت اشتغل هنا احسن. بعد كده هو جواه استخدم شوكولاته نوتيلا، انا طبعا ما عنديش نوتيلا عشان نوتيلا مقاطعه، ولكن انا عندي شوكولاته مصريه سبريد، فاخد منها حته اهي كده مثلا، وهبتدي بقى ان انا اقفلها من فوقيها. وزي ما انتم شايفين ده شكلها النهائي، هعمل كذا واحده وبعد كده نشتغل الخطوه الثانيه. وزي ما انتم شايفين دي كده تاني واحده. بعد كده هجيب البوتاجاز واسخنه كويس جدا، وهجيب اصغر طاسه عندي عشان مش قادر اغسل المواعين بصراحه. بعد كده اجيب اول واحده وابتدي ان انا احطها على الطاسه وهي سخنه، يا رب ما تلزقش، عشان البتاعه دي لو نجحت يا جماعه هتغير لي حاجات كتير قوي في يومي بصراحه. طب انا بس عايز اتاكد من حاجه واحده. تمام، تتحرك ده معناه ان هي ما لزقتش ومش هتلزق ان شاء الله. واو بصوا يا جماعه شكلها عامل ازاي بعد ما طلعت. دلوقتي بقى هو حط عليهم رشه سكر بودر، انا ما عنديش سكر بودر فهحط كاكاو بودر. طيب زي ما انتم شايفين كده يا جماعه شكلهم طبعا بيتكلم عنهم، مش محتاج ان انا اتكلم عنهم واقول اي حاجه، ودلوقتي هموت واجربهم بلحظه الانهيار الحاسم ونقول بسم الله. يا خرابي يا خرابي يا جماعه، ايه ده؟ ايه الفجر ده؟ لا 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 لا، ايه ده يا جماعه؟ ده ايه ده؟ مش مصدق. دلوقتي هدوق الجريمة دي واقول لكم بقى رأيي فيها. نقول بسم الله. الله، مرعبة طبعا، سامحوني على الغوصة يا جماعة، بس هي طعمها مجرم. هموت على النص التاني ده. زي ما انتم شايفين طبعا انا عاجز عن الكلام وعاجز عن المنظر المقزز اللي انتم شايفينه، بس البدايه دي معرفش اسمها ايه، ولكن دي اختراع السنه يا جماعه اللي بيقولوا عليه. سهله، ما خدتش اي وقت، و100% مكوناتها عندكم في البيت، ما اعتقدش عندكم حجه ان انتم تقوموا تعملوها دلوقتي. سكرها مظبوط، كل حاجه فيها مظبوطه بالشعره، اعملوها بالظبط بنفس المقادير اللي انا عملتها هتطلع معاكم زي ما انتم شايفين كده. ما تنساش تعمل لايك وشير، وانسى صاحبك اللي هتجرب الاختراع الجامد ده معاه. اي خدمه.